ازيك يا جماعه؟ النهارده في حلقه غريبه شويه من نوعها، وهي هتكون ميكس ما بين ايه الكلام في الافلام وستيفلر رياكشن الاثنين مع بعض. النهارده هنشوف الفيديو بتاعنا اللي لسه نازل امبارح او اول امبارح، كان عباره عن فيديو تقريبا دقيقتين على موضوع نتفليكس ان هم هينزلوا افلام كتيره جدا، وايه الافلام اللي هتنزل في 2021 على نتفليكس. ومعانا دراك وكال جادوت ورايان رينولدز هيقولوا لنا ايه الافلام اللي هتنزل. فالفيديو ده هيكون غريب شوية، هيبقى ميكس زي ما قلت ايه الكلام في الافلام وعبارة عن ستيفلر رياكشن الاثنين في واحد، وعشان الناس برضو ما تتلخبطش هنزل الفيديو هين في الاثنين بلاي ليست، او الفيديو ده هنزله في الاثنين بلاي ليست، في ستيفلر رياكشن وفي ايه الكلام في الافلام. طبعا كالعادة معرفش ايه طبعا ايه الافلام اللي نزلت، اللينك بتاع الفيديو ده لسه نزل امبارح او اول امبارح زي ما قلت، هشوف معاكم دلوقتي لاول مرة هنا على هوم سينما. يلا بينا نشوف عم دراك وعم رين رينولز وجال جادوت، يلا بينا. Hello world, Gal Gadot is here. And Uncle Handsome. Whoa, I'm Ryan. Yeah. What I love about movies is that they can make you feel every emotion. I like making any movie where I get to throw stuff. I love that I'm finally directing my first movie. Whoa, whoa, whoa. We're not gonna give away the ending right now. Movies that keep you guessing. Movies that you can't stop talking about. Movies that get you into the action. I love movies because they help me escape. You can't stop it. Revolution, baby. I'm so sorry. I was aiming for your throat. اوبا، ديكابريو جينيفر لورنس مع بعض في فيلم، يا لهوي ايه ده. وفي فيلم اسمه ريد نوتس هينزل بتاع دراك ودرين رينولدز وجال جادوت في فيلم انا ما كنتش اعرف، انا مجرد كنت فاكرهم انهم عاملين انترو كده ظريف وخلاص. لا ثانيه واحده بقى، نجيبوا الافلام اللي احنا كده متحمسين كده نتفرج عليها، نكتب نتفليكس افلام موفيز، افلام موفيز 2021. احنا نبص كده بقى على الافلام عشان الحاجات كده عدت بسرعه. من الحاجات اللي انا شفتها ده 70 فيلم، ده سبحان الله. يعني اول حاجه طلعت نطت في وشي كده، all 70 movies Netflix is releasing in 2021. 70 فيلم هينزل في نتفليكس 2021، يا نهار اسود. ده بقى يعادل اكتر، يعني كان مكتوب في الاعلان فيلم جديد كل اسبوع. ده تقريبا لو احنا هنقول الكلام المعقول تقريبا ده اكتر من فيلم في اسبوع. معانا الليست هنا مجهزه كده، يا سلام اللي عمل الليست دي كده بصراحه زي الفل. عندنا Pieces of a Woman، الافلام اللي هتنزل في يناير: Pieces of a Woman, Outside the Wire, The White Tiger, Penguin Bloom, Finding Ohana, The Dig. مع يعني انا بصراحه ايه كميه دهوي، ايه كميه الافلام دي، ايه ده، ايه كل ده، واو، ايه كل ده. انا يعني محتار ايه كل ده. بص هقولك على حاجه عشان اكيد. وش في فيلم برضو غريب قوي اخدت بالي منه اسمه تيك تيك بوم، ومش فاهم محمد سعد، مش فاهم ايه ده. ما علينا، بصوا عشان الافلام دي كتيره جدا جدا جدا، واكيد طبعا مش هاخد كل فيلم او ارميه على اي ام دي بي عشان اشوف الكاست ليست واشوف بقى مين اللي كتب ومين اللي اخرج، عشان كده مش هنخلص. تمام، اكيد انا هعمل كده، بس اكيد مش هعمله في فيديو، علشان لو عملت كده في الفيديو حرفيا الفيديو ممكن يعدي الساعه، فطبعا وش مش هنخلص. فهقول لكم على حاجه، الفيديو اللي احنا اتفرجنا عليه دلوقتي اللي موجود على يوتيوب اللي هو بتاع نتفليكس او الافلام اللي هتنزل، بصوا The Harder They Fall انا حاسه هيبقى حلو، ده ادريس البا تقريبا، ايوه، و ده ادريس البا ومين واسمها ايه، كان اسمها ايه البنت اللي كسبت اوسكار من ريجينا كينج، صح؟ ثواني كده، معلش The Harder They Fall، انا عايز ابص على الفيلم ده، معلش مش هنبص على الافلام كلها، هنبص على الفيلم ده. ادريس البا ريجينا كينج وزازي بيتس ولاكيث ستانفيلد برضو، يعني لاكيث ستانفيلد هيعمل فيلم امتى هينزل؟ ما قالوش. لا ثانيه واحده، احنا معانا القايمه،
معانا القايمه معانا القايمه ايوه فين بقى فين 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 فين, فين. نسيت اسمها The Harder They Fall تمام هينزل امتى The Harder They Fall امتى 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 No release date yet لسه مش مع لسه مش قايلين هينزل امتى بالظبط بس هو هينزل في 2021 اوكي ده وش هتفرج عليها مع جماعه وش ده ادريس البا وكيث ستانفيلد وريجينا كينج فشكله هيبقى فيلم جامد فيلم بتاع هنفصفص بقى الفيديو اللي احنا اتفرجنا عليه الفيلم بتاع اوكتيفيا سبنسر وميليسا ماكارثي ما اعتقدش هتفرج عليه عشان انا بصراحه ما بحبش ميليسا ماكارثي الفيلم بتاع هيل بيري ممكن لان انا بحب بصراحه انا بحب الافلام دي فيلم اسمه هينزل اسمه بروزد ده هتبقى هي المخرجه انا بحب الافلام بصراحه اللي هي الرياضيه بالذات الحاجات اللي فيها كيك بوكسينج او الحاجات اللي فيها بوكس ذات نفسه بوكس زي روكي وكده وكريد والحاجات اللي فيها كيك بوكسينج انا بحب بصراحه نوعيه الافلام دي اندرو جارفيلد برضو اخدت بالي منه مش عارف اذا كان هو هيبقى هو الـ هو الـ في فيلم اللي مع مانويل موراندا ده ولا اسمه ايه الفيلم بتاع امي ادمز وش هتفرج عليه ده اساسي كان اسمه ايه الفيلم The Woman in the Window هتفرج على الفيلم ده وش انا بعشق اصلا امي ادمز بحبها جدا The Woman in the Window الفيلم برضو بتاع كريس هامسورد برضو هتفرج عليه هو كان اسمه ايه الفيلم اساسا بتاع كريس هامسورد انا ما خدتش بالي بصراحه ما علينا بس شكله هيبقى برضو هيبقى فيلم صايع سويت جيرل فاكس بصراحه ما بحبش جيسون ماموا The Last Mercenary مش عارف عشان اكون صريح معاكم استنى اقفل الصوت عشان ازعاج قوي زياده عن اللزوم كيت ده هتفرج عليه عشان انا بحب بصراحه وودي هارلسون فير ستريت وش برضو شكله هيبقى فيلم جامد هتفرج عليه نايت تيث مش عارف عشان اكون صريح معاكم مالكوم ان ماري ده اللي عملناه تريلر رياكشن طبعا هنتفرج عليه جون وديفيد واشنطن وزندايا هنتفرج عليه مونستر مش عارف برضو في ايه تاني بيوتي ريد نوتس ده وش هتفرج على ريان رينولدز طبعا جال جادوت ودراك مع اني ما بحبش دراك انا بصراحه انا زهقت من دراك لان افلامه على طول في كل حته وهو تحس ان هو موجود معنا في كل الافلام فطبعا هتفرج عليه عشان خاطر ريان رينولدز يعني مين تاني بس دي الافلام اللي ظهرت تقريبا في الـ 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 الفيديو بتاعنا او في التريلر يعني او في عايزين تسموه زي ما تسموه بتاعه وطبعا وش بتاع ليوناردو دي كابريو طبعا اللي كان مفاجاه بالنسبه لي اللي طلع في اخر الفيديو ده بصراحه اسمه دون لوك اب بتاع دي كابريو وهيبقى فيه معاه جينيفر لورنس ف نزل امتى بقى ده اسمه ايه دونت لوك اب صح اسمه ايه انا نسيت دونت لوك اب اسمه دونت لوك اب هينزل امتى بقى هنا موجود يا رب يقولوا فين 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 دونت لوك اب مش موجود مش موجود ازاي مش موجود دونت لوك اب دونت لوك اب دونت لوك اب فين 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 مش لاقيه مش لاقيه مش لاقيه تقريبا من مع الافلام اللي هتنزل ما لهمش لسه وقت جماعه بصوا انا دخلت على دونت لوك اب هو حي ده فيلم كوميدي متصنف في كوميدي ده ازاي ده اللي مع ليوناردو دي كابريو جينيفر لورنس معاه في البطوله معاه تيموثي شالامي انا بحبه جدا الولد ده وتمثيله حلو جدا على فكره وكريس ايفنز طبعا كابتن امريكا وكيت بلانشيت انا على فكره لسه بشوف الكاست ليست دلوقتي لاول مره كيت بلانشيت ميريل ستريب جونا هيل ماثيو بيري هيرجع تاني ماثيو بيري ايوه ده لسه فاكرينه ماثيو بيري يا جماعه ده تشاندلر بتاع فريندز واريانا جراندي وتايلر بيري كمان وكيت كيوري ده المغني تايلر بيري ده اللي كان عامل الفيلم اللي هو بتاع اسمه ايه نسيت اسمه ثواني 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 هجيب لكم اسمه يا جماعه هجيب لكم اسمه انا متحمس فشخ على فكره ان في كميه افلام هتنزل السنه دي وعوضتنا على السنه الزباله بتاعه السنه اللي فاتت ما كانش فيه اي حاجه تايلر بيري ده اللي كان عامل الفيلم اللي هو مادايا صح مادايا عمل 5000 جزء منه وانا ما اتفرجش على واحد بصراحه بس الفيلم شكله مبشر خير مش عارف ايه لازمه اريانا جراند اللي معاه في الفيلم معاهم مش فاهم ماشي ده الكاتب والمخرج كمان ادم مكاي واو ده شكله هيبقى فيلم لا تقيل يعني ده ادم مكاي يا جماعه اللي كان كسب اوسكار كم سنه كام 2000 وكام 2014
مش فاكر كان 2015 كان كسب فيلم ذا بيج كسب عن فيلم ذا بيج شورت, كان كسب ادابتد سكرين بلاي وترشح حاجات كتيره جدا, كان ترشح واحد تاني تقريبا عن ذا بيج شورت, وكان ترشح برضو في فايس, وكان ترشح برضو كان ترشح 3 في فايس على فكره, ادم مكي ترشح 3 اوسكار في فايس, احسن اخراج واحسن كتابه واحسن كتابه اصلي نص اصلي واحسن فيلم, وترشح مرتين في ذا بيج شورت, وكسب في ذا بيج شورت كاحسن كتابه ادابتد سكرين بلاي, واخرج اخرج افلام كتيره جدا. انا بحب ادم مكي بس كان في الاول برضو كان ابتدى يعمل افلام بصراحه كحيانه, بس ابتدى الراجل بعد كده اشتغل على نفسه وعمل شويه شغل حلوين وعمل افلام حلوه, عمل فايس, انا بصراحه فايس عجبني مش قوي بس عجبني, عجبني اكتر تمثيل كريستيان بيل اكتر ما عجبني كفيلم. ذا بيج شورت برضو كان فيلم فشيخ. اذر جايز انا بحب برضو بصراحه الفيلم ده, فيلم هايف بس كوميدي انا بالنسبه لي بحبه يعني. وطبعا كان عمل انكر مان الفيلم اللي هو بتاع اسمه ايه ده ويل فارل, وعمل شوية افلام تانية برضو كده بس كتيانة يعني كحيانة انا مؤاخذة يعني. دون لوك اب واحد من اكتر الافلام اللي فعليا منتظرة في 2021, يا رب ينزل على طول في فبراير برضو عشان يبقى كل الافلام الحلوة تنزل في فبراير. انتو دي كابري وجينيفر لورنس وتيموشي شالامي وكريس ايفنس وكيت بلانشت وماريل ستريب وجونا هيل وماثيو بيري واريانا جراندي وكيت كيودي وتايلر بيري, وايه عم كل ده بالراحة علينا عم الحاج في داخلين علينا ليه كده؟ لا انا بصراحة بص اقول لكم حاجة عشان مش عايز اطول عليكم في الفيديو قوي لان الفيديو تقريبا داخل فيه اكتر من 13 دقيقة دلوقتي. هي الليستة قدامي, الليستة قدامي دلوقتي بتاعة أفلام 2021 بتاعة نتفليكس 70 فيلم. يا مساء الكمية الريفيوز اللي احنا هنعملها, ده غير ان لسه في ريفيوز انا مفروض اعملها اساسا بتاعة أفلام تانية بتاعة 2020 لسه في اتفرجت على بس The Sound of Metal ولسه أفلام تانية لسه مفرش عليها, وفي 70 فيلم جايين مش عارف انا اتفرج على امتى كل ده, ولسه وفي مسلسلات برضو عماله تتعرض نازله يعني, مثلا في مسلسل بتاع اسمه حاجه ده جامبت ولا بتاع البت انيا تيرل جونسون اللي بتاع الشطرنج ده لسه ما اتفرجتش عليه على فكره, كنت عايز اتفرج عليه واعمل له ريفيو ما لحقتش اتفرج عليه, وفي مسلسل لسه نزل اللي هو لوبن بتاع عمر سي ده برضو ما اتفرجتش ما لحقتش اتفرج عليه, انا مش عارف مش ملاحق حرفيا بجد اقسم بالله مش ملاحق. فانا بقى حاول ايه بعد ما اخلص الفيديو الحلو ده هفسفس الافلام اللي موجوده كده على الكاتيجوريز اللي عندنا هنا في يناير وفبراير ومارس وابريل, الافلام اللي هتنزل على نتفليكس. طب مش هخليها في الفيديو لان في افلام كتيره جدا وبصراحه مش عايز اطول قوي زياده عن اللزوم, فهطلع الافلام اللي انا هتفرج عليها اللي مؤاخذه وحطها عندي كده اكتبها. بس شويه افلام حلوه بصراحه وشكلها هتبقى سنه حلوه, دي الافلام اللي هتنزل زي ما قلت ان دي افلام اللي هتنزل على نتفليكس بس يعني, ده لسه في ديزني بلس ولسه في اتش بي او ماكس ولسه في هولو ولسه في امازون برايم ولسه الافلام اللي هتنزل اصلا كمان في السينما ولسه غير مسلسلات ولسه في حاجات ومش عارف ايه. انا شكلي مش هقوم من على الكرسي ده, ده تقريبا سادس فيديو ليا حرفيا اصوره ورا بعض على فكره, ده سادس فيديو ليا اصوره يعني, انا ما قمتش من على الكرسي, انا دوك غيرت تيشرت بس عشان برده ما بقاش كله شبه بعض او الفيديوهات كلها تبقى شبه بعضها, فده تقريبا خامس سادس سابع فيديو ورا بعض تقريبا يعني, انا مش عارف هو فيه لسه عندي لسه عندي فيديوهات هوم الون لسه عايز اعملها ولسه طبعا مع الاديتنج فاحنا لسه شكلنا كده سهرانين يعني. ان شاء الله بصوا هقول لكم على حاجه عشان انا بصراحه فصلت جدا, كنت مفروض اعمل المراجعه بتاعه فيلم ذا ساوند اوف ميتال بعد الفيديو اللي انا بعمله ده دلوقتي, بس مع الاسف عشان انا مش قادر ففصلت جدا, ده تقريبا سادس او سابع فيديو ليا لان كان في كميه تريلرز عماله تنزل وعمال شويه تريلرز عماله تنزل مش عارف هو في ايه بصراحه يعني. المشكله لما تريلرز بتنزل هو مش تريلر واحد اللي بينزل, ده في تريلر في الثاني في الثالث في الرابع في يعني في كميه تريلرز, انا عملت لها تريلر رياكشن انا ما كنتش عارف اصلا ان هي نزلت يعني, التريلر الوحيد اللي انا كنت عارف ان هو نزل بتاع مالكوم وماريا ده ولا مالكوم وماري ده بتاع زندايا وجون دافيد واشنطن بس, انما التريلر رياكشنز كل اللي نزلوا بعدين او تريلرز كل اللي نزل بقى انا ما كنتش عارف مثلا ان كان في جزء جديد لورانج تيرن اصلا, انا عرفته بالصدفه وانا بقلب وما اعرفش اصلا كان دينزل واشنطن عمل فيلم جديد مع رامي مالك, ده كل ده انا اكتشفته بالصدفه وانا بقلب, انا مش عارف هو فيه ايه. المشكله ان مش تريلر واحد بينزل, ده 2 3 4 5 تلاقيهم كلهم نزلوا مره واحده لو انت مش ملاحق حرفيا يعني. بس عشان كده بقول لكم انا فصلت, فبصراحه بكره ان شاء الله باذن الله او بعد هشوف برضو عشان ما اضحكش عليكم مراجعه ذا ساوند اوف ميتال مع حبه الافلام التانية اللي هتفرج عليها, ممكن اعمل لها ريفيو, ممكن اختار لي كام فيلم كده او الله اعلم ممكن اتفرج عليهم كلهم وممكن ما اتفرجش على حاجه خالص برضو لسه ما اعرفش ما اقدرش اوعدكم باي حاجه يعني.
بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن الفيديو ده بتاع نتفليكس والافلام القادمه على نتفليكس 2021. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو سايب لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكربشن. وباي باي.